تحياتي، اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامج الاستوديو. طبعا اكيد شفتوا جميعكم اخبار اصابات القلب المنتشره بين اللاعبين، ما بين وفيات واعتزال وحالات خطيره. شفنا كثير ناس عم تجتهد وبتحاول تتكلم بالسوشيال ميديا، لكن احنا كاعلاميين، كمتابعين، كمشاهدين كره قدم، هذا مش مجالنا، هذا مجال اطباء مختصين وعلماء في هذا المجال. عشان هيك اليوم نستضيف الدكتور حسين حشمت، استاذ امراض القلب في كليه الطب بجامعه القاهره، واستشاري القسطرة القلبية، اللي تشرف علينا ووافق على الاستضافة. وبشكرك كثير دكتور، وأهلا وسهلا فيك. العفو يا محمد، هذا واجبنا. شكرا ليك للاستضافة، وتحياتي لمستمعيك ومشاهديك ومتابعيك. دكتور، المسألة عم تنتشر كثير، في ناس كثير طبعا تحكي من عندها استفسيرات، لأنه حالة غريبة صارت في كرة القدم. أنت مطلع ما شاء الله عنك، وشفت إصابات كثيرة، عم نسمع من أسبوع واحد تقريبا 5 لاعبين عم نخسرهم بسبب أمراض القلب. طبعا اول اجتهاد عند البشر انتشر في الواتساب، في تويتر، في فيسبوك، في كل مكان، هذا بسبب لقاح كورونا. وبنعرف احنا انه كورونا ارتبط ارتباط مباشر في نظريه المؤامره في الفتره الاخيره. فهل ممكن يكون فعلا لا سمح الله اللقاح عم يسبب هذه الحاله الغريبه المفاجئه؟ طيب، طبعا الاجابه القصيره والسريعه انه لا يوجد اي سند علمي ولا دليل على ان اللقاح يسبب هذا الشيء. هذه الاجابه الاوليه، ما في اي دليل علمي على هذا. لكن بالعكس، قد يكون أسباب أخرى هي اللي وراء ذلك. لكن دعنا نعود إلى الوراء قليلا ونتفق على شيئين. أولا، أن التوقف القلبي المفاجئ عند الرياضيين هو حدث نادر، واحتمالية حدوثه في الأشخاص الرياضيين أقل 10 مرات عن احتمالية حدوثه في الأشخاص العاديين. يعني الرياضة إلى حد كبير تؤدي إلى حماية القلب من المشاكل إلى حد كبير. هذا أول شيء، فهو حدث نادر. بس الآن أصبح بالنسبة للناس مش نادر دكتور، 5 في أسبوع، هل هي صدفة؟ صحيح صحيح، لكن هو بسبب أن بيكون مرتبط بمشاهير في عمر نسبيا صغير، وبيتمتعوا ظاهريا بصحة جيدة وبكامل اللياقة، فسقوطهم أو وفاتهم بتمثل غالبا صدمة لمحبيهم ومشجعيهم والمتابعين بشكل عام. بس نشير إلى أن احتمالية سقوط أو حدوث وفاة مفاجئة لشخص رياضي تقريبا احتمالاتها 3 لكل 100 ألف، بينما نفس الاحتمال في الشخص الطبيعي تقريبا 30 لكل 100 ألف. تمام. طيب، ما هي أسباب الوفاة المفاجئة في الرياضيين؟ طبعا نتفق أن الوفاة المفاجئة في الرياضيين بتحدث من قبل الكورونا بسنين. عندنا نماذج كثيرة، محمد عبد الوهاب في النادي الأهلي، فو لاعب الكاميرون اللي سقط فجأة، وأمثلة أخرى. طب ما هي مسبباتها؟ غالبا مسبباتها بتختلف إذا كان قبل سن 35 أم بعد سن 35. قبل سن 35 بيكون سببها عيوب خلقية، جينات معينة بتؤدي إلى تضخم معين في القلب، ممكن لا يظهر أثناء الفحص الظاهري ويؤدي إلى وفاة المريض أثناء الإجهاد الزائد، أو بعض العيوب الخلقية في الشرايين التاجية بتؤدي إلى أن الشريان التاجي الرئيسي بيسير في مسار غير معتاد. هذا مسألة خلقية، وأثناء الإجهاد العنيف يتعرض للانضغاط ما بين الشريان الأبهر والشريان الأورطي ويتوقف القلب. هذا السبب الثاني. السبب الثالث، وجود بؤر كهربية في القلب تكون ساكنة وغير واضحة في أثناء الراحة، لكن الإجهاد الشديد يظهرها ويؤدي إلى نشاط هذه البؤرة الكهربية ويؤدي إلى توقف القلب. هذه الأسباب الشائعة قبل سن 35. بعد سن 35 السبب الشائع هو إصابات الشرايين التاجية، تصلب الشرايين التاجية، وبعدها تأتي الأسباب الأخرى. في سبب آخر مهم جدا، وهو التهاب عضلة القلب، مثل ما بيحدث التهاب في الحنجرة، في الأنف، في الأذن، في العين، في الرئة، ممكن يحدث التهاب في القلب. وهذا الالتهاب في القلب قد لا يظهر في الفحص الظاهري والمريض يتعايش معاه، ولكن مع الإجهاد الزائد يؤدي إلى وفاة مفاجئة. فهذه هي الأسباب اللي تؤدي إلى الوفاة المفاجئة في الرياضيين قبل سن 35 وبعد سن 35. مهم جدا هذا الشرح دكتور، لأنه بصراحة السؤال التالي اللي عندي، اللي هو الناس آخر سنتين عاشت قصة واحدة، اللي هي قصة كورونا.
يعني ما سمعنا عن أي مرض جديد طلع إلا هالكورونا يعني في هالفترة الأخيرة. الناس عم تربط بكورونا بطريقة أو بأخرى. في ناس بتقول لك هذول اللاعبين انصابوا بكورونا قبل فتأثر قلبهم فماتوا. في ناس بيقول لك لا، هذا نتيجة إنه كورونا قعدوا في بيوتهم شهور فلما رجعوا أجسامهم ما تحملت. هل أصلاً في إشي بيقول إنه كورونا عم بيأثر على القلب حالياً؟ والشيء طبعاً. نعم. طبعاً. عند بداية الكورونا إحنا كأطباء قلب كنا نظن أنه يعني ليس لنا علاقة به، ده هذا مرض يصيب الرئة. يصيب الرئة فبالتالي ليس لنا علاقة. اليوم صراحة. لا، لكن اكتشفنا أثناء التعامل مع هذه الجائحة أن المرض يصيب القلب في نسبة لا بأس بها من الناس، تقريبا في نسبة تتراوح ما بين 3% إلى 5% من المرضى المصابين بالكورونا يحدث عندهم نوع من أنواع التأثر في القلب، ويؤدي إلى نوع من أنواع الالتهاب في عضلة القلب. قد لا يشكو المريض من أي أعراض، قد يشكو من ألم في الصدر، قد تظهر تغيرات في تخطيط القلب، قد تظهر تغيرات في فحص الصدى الصوتي أو في تحليل إنزيمات القلب قد ترتفع أو في فحوصات أخرى. لكن إذا أخذنا 100 شخص مصابين بالكورونا، احتمالية إصابة القلب عندهم ولو إصابة طفيفة تتراوح ما بين يعني نقول من 3% إلى 5%. هذه نسبة كبيرة، اعتبارا إذا أخذنا في الاعتبار أن في عشرات الملايين من الناس طبعا نسبة مخيفة طبعا. طيب دكتور، احنا بنعرف انه مستحيل نوصل لحالة صفر وفيات بهذه المسألة، مسألة الموت المفاجئ نتيجة مرض القلب مستحيل. لكن بالنسبة للاعبين، بالنسبة للرياضيين، يعني انا بتكلم مع شباب صاروا يخافوا يروحوا على الجيم صراحة اخر اسبوعين، يعني صار يقول لك الموضوع انه الواحد صار يخاف. طبعا الخيال العلمي اللي احنا بنروح له انه هل في جهاز ممكن يرتبط بهذا اللاعب خلال المباراة خلال التدريبات، بحيث لو صار شيء ممكن قبل 5 دقائق أو 10 دقائق زي ما بنعرف ممكن تفرق بحياة الإنسان، إنه هل في هيك شيء يتابع ثاني الثاني للاعبين؟ طيب خليني أخذ سؤالك بشكل آخر وأجاوب عليه بشكل آخر. إيه هي الإجراءات اللي ممكن نتخذها فبالتالي نتجنب أو نقلل بشكل كبير من السقوط المفاجئ أو الوفاة المفاجئة للرياضيين؟ عندنا إجراءات وقائية وعندنا إجراءات علاجية. الإجراءات الوقائية، إذا شخص يعني خلينا نبدأ بالمحور الحديث اللي بيشغل البال كل الناس وهو الكورونا. صحيح. إذا الكورونا أثرت على القلب عندها يمنع من ممارسة الرياضة التنافسية لفترة تتراوح ما بين 3 أشهر إلى 6 أشهر. إذا أثرت على القلب، بس اللاعبين عندنا عم ينصابوا بنشوفهم بأوروبا بيرجعوا بعد 5 أيام ما شاء الله. هذا معناه أنه لم يؤثر على القلب، وبيبين معنى على طول دكتور أول ما يصير سلبي يبين بشكل سهل جدا بتحليل الدم، تحليل إنزيمات القلب. إذا وجدنا أن إنزيمات القلب ارتفعت، هذا معناه أن الكورونا أدت إلى نوع من أنواع الالتهاب في القلب، وهذا معناه أن من الأفضل ومن الأسلم أن هذا الشخص لا يمارس رياضة تنفسية لمدة 3 إلى 6 أشهر حتى يستعيد القلب عافيته تماما. اعتقد هذه الحاله صارت مع لاعب بايرن ميونخ كيميتش، اللي هو سأت حالته طلع سلبي بس قرر ما يرجع الا لشهرين. يبدو انهم حبوا يخلوا الاخبار هاديه، قالوا بس انه بده يستعيد لياقته. الموضوع بتتدخل فيه عوامل غير طبيه، يعني مدى شهره اللاعب، مدى احتياج الفريق ليه، مدى حب الجماهير، تتدخل فيه عناصر ماديه، يعني اشياء كثيره بتتدخل فيه. لكن خلينا نرجع احنا قلنا اذا حدث اي تاثر في عضله القلب بسبب الكورونا فلابد الامتناع عن ممارسه الرياضه التنافسيه. نعم. وليس الرياضه العاديه، الرياضه التنافسيه 3 إلى 6 أشهر، وبعد هذه الفتره بيتم فحص الشخص اللاعب من قبل طبيب متخصص واجراء بعض الفحوصات، وبعدها نقرر اذا كان يمكن العوده للرياضه التنافسيه ام لا. جميل. تمام. هذه الشغله في هيئات الاهلي. طيب كيف نمنع هذا الموضوع؟ شيء مهم جدا هو الفحص الدوري للقلب للرياضيين المحترفين. هذا بيطبق طبعا في الدوريات المحترفة وفي على مستوى المنتخبات. صحيح. وهذا أهميته أنه قد نكتشف وجود بعض الأمراض التي قد تعالج، وقد نكتشف بعض الأمراض وبناء على هذا المرض ننصح اللاعب بعدم الاستمرار في الرياضة التنفسية.
إذا اكتشفنا عنده اختلال خلقي في الشرايين التاجية أو تضخم في عضلة القلب من النوع المرضي أو نبضات قلبية غير منتظمة. ففي هذه الحالة ننصحه بعدم الاستمرار في الرياضة لأنها قد تكون مميتة. هذا أول شيء، الفحص الدوري. ثاني شيء طبعا، إذا اللاعب حس بأي أعراض من الأفضل ألا يتجاهلها، يعني خصوصا الأعراض المهمة، حدوث ألم بالصدر، صعوبة في التنفس، تسارع في دقات القلب أو إغماء. هذه الأعراض إذا شعر بها اللاعب يعني لا داعي لتجاهلها، والأفضل التوجه لعمل فحص طبي. هذا ثاني شيء. ثالث شيء طبعا، إن من الأفضل أن اللاعبين يكونوا مدربين على الإنعاش القلبي الرئوي. زميل لزميله بالضبط، ويكون في الملعب، ويكون في أرضية الملعب أو في الاستاد سيارة إسعاف مجهزة وفيها فريق طبي قادر على عمل الإنعاش القلبي الرئوي، لأن ده قد ينقذ حياة المريض فعلا. فهذه هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتقليل عدد الإصابات القلبية الحادة أثناء الرياضة التنفسية. مفهوم دكتور. طب دكتور، أنا عندي أكمل سؤال يعني وصلوني من الناس. أول سؤال، اللاعب اللي قاعدوا في بيوتهم شهور بدون كرة قدم وفجأة رجعوا على كرة القدم، هل ممكن هذول تزيد عندهم احتمال الخطر لإصابات قلبية؟ يعني أنا فقدت لياقتي، مهما حاولت أتدرب في البيت هي مش تدريب الملاعب، هل هذا ممكن يأثر يعني إني أتوقف شوي وأرجع؟ إذا توقف لفترة وبعدين رجع فجأة، بس يعني هذا صعب تخيله إن لاعب يكون جالس في المنزل لمدة 6 أشهر أو سنة بعدين فجأة ينزل لمباراة مهمة. وفي الحقيقة للأسف حصلت مع أكثر من لاعب، يعني إريكسن كان احتياط في الإنتر ما بيلعب، فجأة شفنا عم يسقط في اليورو، وأجويرو في برشلونة كان مصاب فترة طويلة ورجعوا استعملوه أول ما خلصت الإصابة. فهم هذول الناس عندهم مشاكل قلب. سيرخيو أجويرو موقفه مختلف. سيرخيو أجويرو كان حجيلك عليه. أوكي، حجيلك عليه. آخر سؤال هذا. نظريا يعني الشخص اللي بنسميه سيدنتري يعني كسول او لا يقوم بنشاط رياضي، اذا قام بنشاط رياضي مفاجئ ونشاط رياضي شديد، هذا يزيد من احتماليه اصابته بمرض قلبي. فلا بد من التدرج. ودكتور لا بد من التدرج والاحمال. وانا برجع بتدرج دكتور، سؤال، انا بتخيل الناس اللي بتدربوا في بيوتهم او شيء، في شيء بيساعدني اقيس؟ يعني في اجهزه بتقدر تقيس لي انه انت لازم هلا تزيد شوي الحمل التدريبي او شيء؟ احنا عندنا 3 مستويات من الممارسه الرياضيه بتقاس بمعدل نبضات القلب بالنسبه للعمر. اقصى معدل لنبضات القلب نقدر نوصل له، نقدر نحسبه بمعادله بسيطه اللي هي 220، نطرح منه عمر الانسان نصل به إلى أقصى عدد للنبض يمكن الوصول إليه. هذا أقصى عدد يمكن القلب الوصول إليه. ومن هذا العدد عندنا 3 درجات. الدرجة الأولى من 50-60% من هذا الرقم، هذه رياضة خفيفة. الدرجة الثانية من 60-70% من هذا الرقم، هذه تعتبر رياضة متوسطة، وهذه أفضل شيء. الرياضة المتوسطة هي أفضل شيء. أكثر من 70% أو 75% هذه الرياضة بقى اللي بنسميها كارديو. بالضبط. فإحنا أكثر شيء بنحبه هو النوع الثاني. ثاني. وقليل من النوع الثالث اللي هو أشد شيء، لكن النوع الثاني هو أحسنهم. مفهوم. طيب دكتور، أنا عندي ضايل سؤالين. هلا الناس أثناء كورونا ما عاد الاهتمام الطبي والصحي وصحتهم إلا بكورونا. يعني الكل مركز على الكمامة ومسح الإيدين وغسل الإيدين ونسوا الأمراض الثانية. هل هذا ممكن يكون سبب يعني في العالم برا إنه الكل مدام ما معك كورونا الحمد لله تعال العب أو كذا، أثر على هاي الحالة الغريبة اللي صارت موجة إصابات القلب؟ يعني الناس هو يعني أنا هقول لك على شيء أشد من كده، هو أثر على علاج مرضى القلب العاديين. كيف؟ أول ما بدأت الجائحة كثير من المستشفيات في العالم اضطرت إلى تغيير السياسات الخاصة بعلاج مرضى الجلطة القلبية الحادة، لأن أحياناً أعراض الكورونا كانت تتشابه مع أعراض الجلطة، فبالتالي الكورونا أثرت على تقريباً على كل شيء في العالم،
وأثرت على النظم الصحية وأثرت على الأطباء وكل العاملين في القطاع الصحي. فالكورونا بالتأكيد تأثيرها كان سلبي. طب نروح على الدكتور على السؤال اللي انت فتحته اجويرو، ما شاء الله عليك متابع. سيركيو عدم انتظام ضربات القلب، انا المرض بصراحه بالانجليزي ما عرفتش اقرا، اريثيميا او شيء زي هيك، هم هذا الكلام اللي حكوه انه اعتزل بسببه، هل هذا نعم اشرح لنا عن هذا المرض وهل ما له حل؟ يعني ما بقدر ارجع العب بعده؟ طيب، هو ايه المرض اولا؟ هو المرض عباره عن اضطراب في كهرباء البطين. البطين هو الدينامو للقلب، هو المحرك الرئيسي للقلب. القلب هو عضو يعمل بالكهرباء، بتسير في شحنة كهربية بسيطة تنبه عضلة القلب، فعضلة القلب تنقبض فنضخ الدم. هذه الشحنة الكهربية لابد أن يعني تسير بانتظام وفي طرق محددة وبسرعة محددة. إذا صار فيها خلل أو ظهرت فيها بؤر في مكان غير المكان الطبيعي، هذه البؤر قد تؤدي إلى شيء نسميه اختلاج في القلب. بدل من القلب ينقبض، القلب يختلج يرتجف، فإذا القلب ارتجف بيتوقف. فالحالة اللي كانت عند سيرخيو هي كان عنده بؤرة كهربية في مكان ما في البطين الأيسر. هذه البؤرة الكهربية كانت تؤدي إلى اختلال خطير في دقات القلب، فما إلها وتم علاجها. لكن في حال وجود هذه الدقات، يعني احتياطا يمنع الشخص من ممارسة الرياضة التنافسية، لأن الرياضة العنيفة التنافسية قد تؤدي إلى ظهورها مرة أخرى وتؤدي إلى توقف القلب. ففعليا ما كان في حل إلا يعتزل. طبعا هو عولج منها، تم علاجه منها، لكن ثانيا هذا إجراء احترازي أساسي، لأن هو قد تعالج وتختفي البؤرة ظاهريا، لكن إذا تعرض القلب لإجهاد فظيع زي اللي بيمارسه لعيب مضطر يجري في آخر دقيقة عشان يجيب هدف وينقذ النادي والجماهير تفرح، بيكون ضغط عصبي وبدني شديد، وبالتالي هذا الضغط العصبي الشديد قد يؤدي إلى إعادة ظهور البؤرة مرة ثانية ويؤدي إلى توقف في القلب. مفهوم دكتور. طب في شيء يجي على بالي وأنت بتتكلم الآن، لما حكيت عن اللاعب اللي بيركض، لعيبة كرة القدم الآن بيعيشوا حالة توتر وضغط نفسي مش مسبوق في كرة القدم، لمستوى أنه كثير منهم طلعوا قالوا إحنا بنتعالج عند أطباء نفسيين وبناخد أدوية مضادة اكتئاب وكل هذا الكلام. طب أنا ممكن أسأل ليه؟ من السوشيال ميديا دكتور، أنت بتشوف لما نغلط غلطة شو بصير فينا. يعني بس إنه يعني أنا هذا السؤال، هل في سبب، هل هذا التوتر الرهيب اللي على اللاعب في الملعب اللي بيكون خايف يغلط غلطة لأنه عارف شو حيصير في أهله بعديها؟ لأن أولاده بيشوفوا الفيديو، أهله بيشوفوا كل هذا الشيء، حتتدمر العيلة فعليا. هل هذا الشيء ممكن يزيد في أزمات القلب؟ طبعاً، لأن هذا هو أحد الأسباب الرئيسية اللي بتجعلنا نحن أطباء القلب ننصح بتجنب الرياضة التنافسية. يعني هنقدر نقسم الرياضة إلى نوعين، رياضة ترويحية ورياضة تنافسية. الرياضة الترويحية مثل أن أنا مثلاً أركض أو أركب الدراجة أو أسبح، هذه الرياضة مفيدة، مفيدة للقلب ومفيدة لنزول الوزن ومفيدة للحالة النفسية والعصبية. وعندنا كمان الرياضة التنافسية. الرياضة التنافسية بسبب الأشياء اللي ذكرتها بتخلي اللاعب يضغط على نفسه وعلى أعصابه وعلى قدراته البدنية بشكل فوق المستوى المطلوب، وهذا بالتأكيد مؤذي. فإذا كان في مرض ولو بسيط في القلب قد يؤدي إلى كوارث. مفهوم دكتور. بصراحة أنا بدي منك رسالة أخيرة، لأنه ما شاء الله عليك يعني إحنا الآن عم نستوعب أكثر، يعني كان في كثير إشاعات وهذا والحمد لله قدرت توضح لنا إياها. شو في رسالة أخيرة للشباب اللي بيسمعوك؟ شو يقدروا يعملوا؟ يعني مستواهم الرياضي، صحتهم، الشباب أولاً الامتناع عن التدخين والمنبهات والمكيفات. حتى القهوة احنا... نعم؟ حتى القهوة؟ لا، القهوة لا مش مشكلة، الحمد لله تمام، القهوة في المعدل مش مشكلة، لكن التدخين بأنواعه والمكيفات والمسكرات بأنواعها هذه مؤذية جدا للقلب وتؤدي إلى تصلب للشرايين. احنا ذكرنا أولا أن أحد أسباب التوقف المفاجئ للقلب هو انسداد في الشرايين، والتدخين هو مسبب رئيسي لانسداد الشرايين. النصيحة الأولى هي الابتعاد عن هذه المنبهات والمكيفات والتدخين. ثانيا، ممارسة الرياضة بشكل منتظم. الرياضة بمعنى الرياضة اللي ننصح بها هي 150 ساعة في الأسبوع، أنا آسف 150 دقيقة في الأسبوع. 150
150 دقيقة يعني تقريبا كل يوم نصف ساعة. نعم. 30 في 5 في 5 أيام في أسبوع، 30 دقيقة كل يوم 5 أيام في الأسبوع. والرياضة تكون من النوع المتوسط، يعني لو شخص معاه جهاز يقدر يقيس نبض القلب يوصل لتقريبا 60 إلى 65% من أقصى نبض ممكن يوصل له. وهو يعرف إزاي أقصى نبض قلبه يصل إليه، يطرح 220 ناقص العمر يعطيه أقصى عدد للنبضات، هو المطلوب أنه يوصل إلى 60 أو 70% من هذا الرقم. إذا وصل ل 70% من هذا الرقم ومارس الرياضة بشكل منتظم 150 دقيقة أسبوعيا، هذا يعني يحمي إلى حد كبير من الإصابة بأمراض القلب. بصراحة دكتور مش عارف كيف، بدي أشكرك، شكرا كثير دكتور حسين لتواجدك معنا ومعلوماتك إن شاء الله عنها يعني فادتنا جميعنا، وإن شاء الله تكون متابع رياضة دكتور. أنت بما أنك مصري لازم أسألك، أهلي ولا زملكاوي يعني بالنسبة للناس؟ أهلاوي. أهلاوي. أنا عايش فرحتك الآن. الحمد لله، عشان بطولة السوبر الأفريقي. بالضبط، شكرا كثير دكتور، شكرا. تسلم يا محمد، تحياتي وللمشاهدين والمتابعين. الله يخليك، شكرا، حياكم الله.